شيخنا اكو مثل يقول اللي ما يقدم الخميس ما يشوف الجمعه. ايه لا هو اكيد يعني اذا يعني انا مرات التقط اكو اذا اكو انا التقطت صح. انا والله شوف بدي اقول لك سالفه، انا والله احترامي انا والله ايام الاسبوع كلكم تكرهها، ما عادتها حش الجمعه طبعا ما عاد لنا بها خبزه، ولكن بالنتيجه نسال الله ان يهديهم. يا بنات صار عندها فلوس، يا بعد فلوس خمور يسر رب العالمين، وداعمه وعندها سلطه. قل لي اللي يحرك به الاخ الاكبر. والله اخوي الاخ الاكبر هذا ما ادري يمكن صايبه شوي زهايمر. الاخ الاكبر يمكن صاير ينسى اي لا يتناسى، هو مو ينسى. والاخ الاكبر عنده وليدات او اخوه صغار اللي هم ولد عم الاخوه الاثنين الباقيين، هم متصافين ناس جر طول ناس جر عرض واقعين بها احنا. فالكونه مو موضوع ورث بس موضوع مستحقات صارت بين هاي الاطراف. يعني سبحان الله تلقى هاي الجهه الصبح داعمه زيد، بالليل تلقاه ويا عبيد. اي قلت لك هذا اللي يصير في بغداد والليالي الحمراء والخضراء وغيرها، ما يريد يجيبون اهل الديره، خليهم بغداد، خلينا قاعدين. والله يا خال نجم والله ما بينا حد يتحمل، والله اهانه واصل ارواحنا، اقسم لك بالله العالم ترى مستاء ومتأذي، فلوس ماكو، وظائف ماكو لحد الان، ميزانيه ماكو، يعني تقطر، تريد وظائف، تريد مستحقات، تريد مثل ما قلت لك القوانين، تريد محافظه، تريد. بعدك مؤمن انه السوداني هو رجل المرحله؟ والله يا اخي اتكلم لك بصراحه، اي الله يعينه، شو راح يرضي هالاطراف؟ انا اشوفه هو اهدى واحد. قناعتي انا ما اعرف الرجل ترى ابد، انا يعني قعدنا مره واحده من جهه المحافظه ما حكيت فيها، ما عندي علاقه بالرجل ولا زهرا به، ولكن اهدى واحد واعتقد انه هادئ ويعرف بلك الله يوصل هالسفينه على هالمرسى ان شاء الله.